الله هاد الفيديو غنشوفو فيه ان شاء الله كيفاش نعمل ديماندا ديمبليو من الانترنت. غنخلي لكم هاد الموقع في الديسكريبسيون ديال الفيديو ولا في الوصف ديال الفيديو، فيه كومونيداديس كاملين. انا دخلت لانلاسي دي مدريد اللي مختص طبعا بالتراميتي ديماندا ديمبليو. باش تسجل كومون ديماندانتي ديمبليو كتدخل من هنا، يعني كتسجل بانك كتطلب العمل وباش تخلص في الاعانات ديالك. صافي هنا كتعمر داتوس ديالك، فهاد الخانه الاوليه كتعمل السبب علاش وقفتي الخدمه، واش ديسبيدو عادي ولا باخا فولونتاريا مثلا او لا ارتي بالنسبه للناس اللي وقفوا الخدمه بسبب هذا الوباء اللي كنواجهوه حاليا. هنا الثانيه الاسم ديال الامبريسا كتعمرو في حاله ما اذا كنتي موقف الخدمه ارتي يعني بسبب الوباء، يعني ماشي اجباري تعمرها. من بعد الاسم ديالك، الاصل والاصل الثاني الا كانت عندك الجنسيه، الديني او الني ديالك، ثم التاريخ بانتهاء الصلاحيه ديالو. اني افي هو الرقم ديال السيكوريتي السوسيال، نوميرو افيلياسيون سيكوريتي السوسيال كتقدر تجبرو في النومينا ديالك، كوديكو بوستال او الرمز البريدي، والرقم ديال الحساب البنكي ديالك الايبان، تليفون دي كونتاكتو تليفون ديالك، كوريو الكترونيكو. هنا كتعمر بروفيسيون ديالك، الخدمه ديالك اللي كانت قبل، وفي الحاله الا كنتي باغي تبدل الخدمه كتعمل الخدمه اللي كخصك في الخانه هذيك الثانيه، كتكونفيرمار نو سوي اون روبوت اي امبيار. ملي كتكمل كتعمل امبيار كيطلع لك هذا المساخي، هذا كيقولوا لك بلي الطلب ديالك تم يعني بطريقه صحيحه، وكيعطيوك واحد الكود احتفظ به، ومن بعد هيصيفطوا لك رساله في الكوريو. وباش تقدر تبقى رينوبار ديماندا ديمبليو ديالك اولا تعمل بعض الاجراءات اللي تقدر تقوم بها اونلاين، خاصك تسجل في باخينا هنا، كتكي على ريجسترارتي يا اما هذيك اللي باللون الازرق اولا اللي تحت، ماشي مشكل في حال في حال، باش يكون عندك اكسيسو كتقدر تدخل به. من بعد بالكونترا سينيا كلمه المرور باش تعمل يعني اجراءات في ديماندا ديمبليو او تعمل رينوفاسيون تجديد بلا ما تحتاج تمشي للاوفيسينا. كتختار في الاول واش ترابخادور او لا عندك امبريسا، كتدخل كيطلبوا لك الرقم ديال الني ديالك، بطاقه الاقامه او لا الديني، وهنا تاريخ الازدياد ديالك، من بعد كتعمل سيجينتي. هنا كتعمر داتوس ديالك كاملين، كتختار في الاول كلمه المرور اللي غتبقى تستعملها وكتعاودها، الاسم والاصل ديالك، تاريخ الازدياد، كتختار الجنس واش ذكر او انثى، كتعمل العنوان ديالك، وكتختار الجنسيه ديالك، وكتعمر البريد الالكتروني ورقم التليفون، وكتكليكي هنا الا كنتي باغي توصل باشعارات ديال عروض العمل. الا اخترتي انك توصل بالاشعارات عروض العمل كيعطي وقت تختار شنو هي المهن اللي مهتم بها، صافي. من بعد ما تسجلنا كندخلو من هنا، حين كنبغيو ندخلو نتراميتي ديال ديماندا ديمبليو ديالنا، كنعملو الرقم ديال بطاقة الإقامة هنا، وكنعملو الكلمة المرور اللي اخترناها ملي تسجلنا، وكتختار بيرفيل ديالك واش ترابخادور او لا عندك امبريسا،
باش دري نوبار ديماندا ديمبليو ديالك نهار اللي كيكون لازم عليك تعمل لا رينوفاسيون، كتدخل لهنا سيرفيسيوس دي لا ديماندا ديمبليو. ضروري يكون نفس النهار ماشي نهار قبل او لا نهار موراه. هنا كتختار رينوبار لا ديماندا ديمبليو، كتعمل انبيار وصافي، كيعطيوك التاريخ اللي خصك تعمل فيه الرينوفاسيون عاود المره اللي مجا. باش تسجلها عندك كتسكي على امبريمير، كتظهر لك بهذا الشكل هذا، كتضغط على ديك ثلاثه النقيطات وكتعمل غواردار كومو بي دي اف. في الحاله الا ضاعت لك كلمه المرور كتدخل لهنا فين مكتوب اس اولبيدادو تو كونتراسينيا، من بعد كدير الرقم الدنيي او الديني ديالك، كتختار فين بغيتي توصل الرساله، واش في الايميل او لا عن طريق الاس ام اس. صافي، وكيصاردو لك رسالة نصية فيها كلمة المرور ديالك. كنصيحة مني انكم تسجلوا النهار اللي كخصكم تعادلوا فيه رينوفاسيون اللي مجا في كاليندريو، ودعملوا ان التليفون يصوني لكم في الساعة اللي بغيتو نتوما، مهم ديك النهار هذاك باش ما تنساوش يدعملوا رينوفاسيون. شكرا لك على المشاهدة، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة.